السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في صفحتي أحسن ماث وفي قناتي أحسن ماث مع غادة درويش. النهاردة هناخد درس جميل جدا اللي هو الاستيميشن، وعندنا طريقتين للاستيميشن اللي هي using front end strategy و rounding strategy to estimate adding and subtraction. طبعا الدرس دوت ناس كتيرة جدا متلخبطة فيه، والأطفال برضو متلخبطة فيه، فأنا حبيت إن أنا أوضحه وأشرحه بطريقة جديدة. مهم جدا قبل ما أبدأ، يعني بعتذر عن التأخير في تنزيل الفيديوهات، وده بسبب إن أنا كل فيديو بياخد مني شغل جامد جدا ومجهود كبير ووقت كتير جدا، فأتمنى إن انتوا تشجعوني بإن انتوا تشيروا الفيديوهات ديت في جروبات الواتساب بتاعت المدارس بتاعتكو، وعلشان توصل يعني لناس كتير وتعم الاستفادة ان شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ دلوقتي في الاستيميشن. انا عندي طريقتين للاستيميشن. اول حاجة بيقول لي use front end strategy، دي احنا خدناها الترم الاولاني باسم place value strategy، المفروض ان هما الاتنين واحد خلاص. وعندي طريقة تانية اللي هي using rounding to the nearest 10 or to the nearest 100 to find the estimation للaddition and subtraction. طبعا ده بيبقى عن طريق finding the closer number. طيب نبتدي بقى بالاستراتيجية الأولى. انا عندي هنا اهو في نص السؤال كاتب لي use the front end strategy to estimate the addition and subtraction. انا عندي المسألة دي adding 48 plus 22. طيب انا هنا في الفرونت اند استراتيجي انا بعمل سيركل على التنس، انا عندي وانز وتنس، انا اللي يهمني التنس، لو هو 2 ديجيت نمبر انا هبص دايما على ايه التنس، ولكن هو لو كان 3 ديجيت نمبر هبص على الهندرز. طيب انا دلوقتي الفور ديت الفاليو بتاعت الفور ايه هتبقى 40. طيب وهنا النمبر اللي موجود هيبقى ايه اللي موجود في التنس، التو التو هتبقى 20 من غير ما بص خالص على الوانس. طيب هنا 40 بلس 20 الانسر هيبقى ايه after 4 5 6، وهنا يبقى 40 بلس 20 equal ايه 60، يبقى هنا 48 بلس 22 is estimated to 60. طب تعالوا نشوف كده another example. عندي 48 minus، المرة دي هيبقى minus minus 21. طيب أول حاجة قلنا هنعمل سيركل على التنس، الفور هتبقى 40 زي ما احنا متعودين، و 21 التو هتبقى 20. طيب 40 minus 20 هتبقى ايه؟ طبعا 0 minus 0 equals 0، وعندي 4 minus 2 هتبقى 2، يبقى 48 minus 21 is estimated to a to 20. طيب تعالوا نشوف كده 3 digit number هتبقى عاملة ازاي؟ عندي 243 plus 562. طيب انا بدام هو 3 digit number يبقى هبص على ايه ال 100، انا عندي ones و tens و ايه 100، انا هبص على ال 100 بس، هنا ال 100 كانت 2 يبقى هتبقى 200، وهنا ال 100 كانت 5 يبقى هتبقى ايه 500. طيب 200 plus 500 هتبقى ايه 700، يبقى 243 plus 562 is estimated to 700. طيب تعالوا نشوف كده another example. طيب ما ننساش دايما ان نص السؤال فوق بيقول لي ايه؟ بيقول لي use front end strategy، يبقى احنا front end strategy دي بروح عند التنس لو هو 2 digit او ال 100 لو هو 3 digit. عندي النمبر ده 652 minus، المرة دي minus 329. طيب هعمل سيركل على التنس هتبقى 6 هتتحول ل 600، وهنا التنس كانت 3 فال 3 هتبقى 300، يبقى 652 minus 329 is estimated to a
عندي هنا 600 minus 300 هتديني ايه 300. طيب تعالوا بقى نشوف الطريقة الجديدة اللي هي ايه. use the rounding to the nearest tens. ماشي، هو جاب لك ايه ال 10 to estimate the addition and subtraction. طيب قبل ما ابتدي to the nearest 10، ايه هما ال 10s اصلا؟ ال 10s اللي هو 10 و 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 80 و 90. يبقى دول ال 10s اللي انا هقرب ليهم. خلاص، مهم جدا ان انا ابقى عارفة اي رقم هيبقى between any two tens في التنز دول. طيب علشان برضو اعرف النمبر closer to what، ماشي، فاحنا عندنا هنا هوت، يعني انا عندي example 23 is closer to. طيب احنا قلنا الترم الاولاني انا شرحتها بطريقة وعملت فيها تعديلات، وتعالوا نشوف الطريقة هنعملها ازاي. طيب يا ترى 23 is closer to what؟ إيه هنعمل زي جيم، حاجة اشوف التنس، التنس هنا هوت كانت كام، هتبقى التو، يبقى النمبر ده between 20 and 30 على النمبر لاين. انا عندي 20 وعندي ايه 30. انا كده هتخيل ان انا عندي أرنوب واقف عند 23. خلاص، وهنشوف كده هوت هيعمل جامب لل 20 وهيعمل جامب لل 30، وهنشوف أقرب مسافة هتكون ايه. تعالوا نشوف كده هوت هيعمل ايه. انا عندي هنا جزر الناحية دي وجزر الناحية دي، ادي 1 ادي 2 ادي 3. يبقى من 23 علشان يوصل ل 20 كان 3 step. طيب تعالوا كده نرجع تاني ونشوف 1 2 3 4 5 6 7. يبقى الانسر هنا 7. طب يا ترى بقى هنا انا عندي 23 is closer ل what، 20 ولا 30؟ هنفكر 23 closer to 20 or 30. سؤال مهم جدا. انا عندي هنا 3 steps وهنا 7 steps، طبعا الاجابة هتكون 20. برافو عليكم. خلاص، طيب هنشوف كده another example على number تاني. انا عندي 36 دوت، 10 بتاعها عبارة عن 30. طيب هجيب النمبر لاين، النمبرز بتوين ال 30 وال 40. طب ال 36 ديت واقفه فين؟ هنا. طيب هنشوف بقى الارنوب هيعمل ايه المره دي. عندي هنا الجزر الناحيه دي والناحيه دي، نعد 1 2 3 4 5 6. يبقى هنا 6 steps. نرجع تاني 1 2 3 4. يبقى انا عندي هنا هوت 4 steps. يبقى 36 is closer to what؟ 36 is closer to 40. اوكي، excellent. طيب هو انا كل مرة هرسم النمبر لاين؟ لا طبعا، لازم بقى اخد بالي احنا كبرنا وبقينا نعرف الحاجات من غير الرسم ده. طيب لازم اعرف ان انا عندي في نمبر بسميهم البور نمبر، وعندي في نمبر بسميهم الريتش نمبر. تعالوا كده نشوف ايه البور نمبر. عندي ال1 وال2 وال3 وال4 دول بور نمبر. طب مين الريتش؟ عندي ال5 وال6 وال7 وال8 والناين. طيب انا عندي هنا هوت، طبعا هنا بنفكر يا ترى ايه بقى معنى الكلام ده. تعالوا كده نشوف سؤال هنا 72 is closer to what. اول حاجة بقى الطريقة اللي هستخدمها، مش كل مرة هرسم النمبر لاين واجيب الارنوب ينط ويساعدني، لا انا دلوقتي هعمل سيركل على التنس. اول حاجة بعمل سيركل على التنس، طبعا انا عارفة ان هي النمبر هيبقى closer ل 70 او ال 80،
لازم ابقى عارفه كده اهوت ان انا عندي 72 هي between ال 70 and 80 فواحده فيهم هتبقى الاجابه. طيب انا عندي اول حاجه قلنا هنعمل سيركل على ال 7. طيب واجي ابص على الوانس، يا ترى بقى الوانس ديت من ضمن البور نمبر ولا الريتش نمبر؟ اها من ضمن البور نمبر، يبقى انا كده مش هعمل حاجة، انا هشطب عليها واحط مكانها زيرو، يبقى انا عندي الانسر كام؟ 70. اكسلنت. طب تعالوا نشوف كده another example. ماشي يلا نشوف تاني، هنقول مع بعض مين البور نمبر؟ عندي الوان والتو والثري والفور. مين الريتش نمبر؟ عندي الفايف والسيكس والسيفن والايت والناين. طيب تعالوا نشوف بقى الكويستشن المرة دي هيبقى ايه. 76. طيب ال 70 عندي هتبقى between ال 70 وايه؟ وال 80. طيب يا ترى هنختار مين؟ اول حاجة هعمل سيركل على التنس وهبص على الوانس. طب الوانس دي كانت كام؟ 6. ال 6 بقى بور ولا ريتش؟ اها ال 6 المره دي بقت ايه؟ ريتش. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل بلس 1 لل 10 وهعمل ايه تاني؟ هكنسل ال 6 واحط مكانها ايه؟ 0. طيب 7 ماين بلس 1 هتبقى ايه؟ 80، وهو ده الانسر هيبقى ايه؟ 80. طيب تعالوا نشوف كده another example، بس انتوا لازم تبقوا حافظين ال rich وال poor، مش كل مرة هحطهم قدام. انا عندي هنا ال 41 is closer to what؟ ال 40 ولا ال 50؟ هعمل اول حاجة زي ما اتفقنا ايه؟ سيركل على ال 10 وهبص على ال ones. طيب ال ones ده 1، ال 1 rich ولا poor؟ بور. يبقى انا هشطبها واحط زيرو ومش هعمل حاجه في التنس، يبقى الانسر ايه؟ 40. تعالوا نشوف another example. عندي 79 هتبقى closer to 70 ولا closer to 80؟ اول حاجه هنعمل سيركل على ال 7 وبعد كده هبص على ال 1s. يا ترى ال 1s ديت ال 9 ريتش ولا بور؟ طبعا ريتش. طب لما هو ريتش هعمل ايه؟ هتبقى هنا التنز هعمل لها بلس 1 والوانس هكنسلها واحط مكانها 0، هنا 7 بلس 1 هتبقى ايه؟ 80. طيب another example لان الموضوع مهم ومش عايزين نتلخبط ابدا. 25 closer to what؟ يا ترى closer to 20 ولا closer to 30؟ تعالوا نشوف كده، هعمل سيركل هنا على التنس وهبص على الوانس. ها الفايف كانت ريتش ولا بور؟ حد فاكر؟ الفايف كانت ريتش ولا بور؟ الفايف كانت ريتش، يبقى انا هعمل ايه؟ بلس للتنس والوان الوانس هكنسلها واحط زيرو، 2 بلس 1 هتبقى ايه؟ 30. تعالوا نشوف كده another example. 53 is closer to what؟ يا ترى هتبقى ال 50 ولا ال 60؟ اعمل سيركل على ال 10 وهبص على ال 1s. ال 3 reach ولا poor؟ poor، يبقى هحط مكانها 0 وخلاص، يبقى الانسر هيبقى ايه؟ 50. طيب هو احنا كده خلصنا الدرس؟ لا ده احنا لسه بنبتدي. طب يلا نشوف بقى كده هنحل ازاي. بصوا بقى السؤال هنا بيبقى ازاي. use the rounding to the nearest 10. اها هو كاتب لي 10 اهو. to estimate the addition and subtraction. عندي 48 plus 22. على فكرة نفس المسائل اللي احنا حليناها بطريقة place value هنحلها دلوقتي بطريقة ايه؟ ال rounding to the nearest 10. طيب انا عندي ال 48، ال 48 بقى الاستيميت بتاعها او الكلوزر نمبر بتاعها ايه؟ لازم اعمل سيركل على ال 10 وبعدين ابص على ال 1s. ال 8 دي بقى كانت ريتش ولا بور؟ ريتش، فهعمل بلس 1 واكنسلها وتبقى 0، هتبقى الانسر كلوزر نمبر ايه؟ 50. طب تعالوا نشوف النمبر التاني هنا 22، هعمل سيركل على 2 هبص على ال 1s. ال 1s كان 2 وهو بور فهحط الزيرو وخلاص، فهتفضل زي ما هي
20. طيب هنا 50 plus 20 هتبقى ايه؟ 70. يبقى هنا 48 plus 22 is estimated to 70. تعالوا نشوف كده another example. عندي هنا ال 57 plus 26. طيب تعالوا نشوف كده استميت لي ايه. هعمل سيركل على التنس وهبص على الوانز. السيفن كانت ريتش ولا بور؟ كانت ريتش. يبقى هعمل بلس لي الفايف هتبقى 6 وهنا هتبقى 0 فهتبقى 60. تعالوا نشوف بقى النمبر التاني. هعمل هنا سيركل. طبعا انا هنا اهوت بقى مش كل مره هقعد اكنسل واكتب الزيرو. احنا خلاص ابتدينا نفهم مش كل مره بقول نفس الكلام. هنا التو في التنس وهبص على الوانس السكس ريتش. يبقى ايه؟ هعمل بلس 1 وهنا هتبقى 0 مكانها فهتبقى 30. طيب 60 بلس 30 يبقى الانسر 90. يبقى 57 plus 26 is estimated to 90. اخلي بالنا ان الاستيميشن دوت بيبقى مختلف عن الرقم الحقيقي. في طريقة الفرونت اند بيبقى اقل بكتير اقل بكتير بس دايما يبقى اقل، ولكن الاستيميشن بطريقة الراوندنج بتبقى ممكن اقل وممكن اكتر. وجربوها كده ونشوف مع بعض مسألة. طيب نشوف دلوقتي مع بعض مسألة subtraction بطريقة برضو rounding. انا عندي 48. هاجي اول حاجة هعمل سيركل على الفور وهاجي ابص على الوانس. الوانس هنا هو طلع reach. يبقى انا هعمل ايه؟ plus 1. هنا 5 plus 1 هتبقى 4 plus 1 هتبقى ايه؟ 5. وهنا 0 هتبقى ايه؟ 50. ونفس الشيء التنزي نهوة تعمل عليها سيركل اللي هي 2. هتبص على الوانس اللي هو 1 وهو كان 4 فهتبقى 21 هتبقى 20. دلوقتي 50 minus 20 هيبقى الانسر ايه؟ هيبقى الانسر 30. يبقى 48 minus 21 is estimated to 30. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض rounding to the nearest 100 هيبقى عامل ازاي. قبل ما نبتدي ال rounding to the nearest 100 لازم نبقى فاكرين ايه هما ال hundreds اللي انا عايزة إيه يبقى ال estimate to the nearest 100. انا عندي 100 200 300 400 500 600 700 800 900. يبقى دي الهندردز اللي انا هعمل هغير النمبر وهخليها closer to the nearest 100. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض example احنا هنعرف ازاي الكلوزر نمبر في 3 digit number. طيب تعالوا نشوف دلوقتي ونفتكر البور نمبر والريتش نمبر. البور نمبر كانوا ايه؟ كانوا ال 1 وال 2 وال 3 وال 4. والريتش نمبر كانت ال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9. طيب تعالوا نشوف كده هوت مسألة من 3 ديجيت. هنا نمبر 3 ديجيت نمبر 729 عايز اعرف هو كلوزر تو وات؟ هل لل 700 ولا لل 800؟ اول حاجة زي ما اتفقنا بعمل سيركل على ال 100 عشان هو قال لي rounding to the nearest 100. طيب انا عندي ده الوانس وده التنس وده الهندرد. يبقى انا هعمل سيركل على الهندرد. طيب انا عندي هنا السيفن هنبص على ايه بقى؟ هنبص على التنس. يا ترى بقى التو ديت ريتش ولا بور؟ طبعا زي ما احنا شايفين هي بور. طيب يعني هتعمل بلس 1؟ لا مش هتعمل بلس 1 انما هي بور. انا هكنسل التو ديجيت دول وهحط مكانهم 20. يبقى 7 هتبقى 700. يبقى الانسر بتاعي 700. طب تعالوا نشوف كده another example. نفتكر نقول مع بعض ايه هما البور نمبر. عندي 2 ال1 وال2 وال3 وال4 والريتش كان 5 6 7 8 9. طيب تعالوا نشوف المسألة. 536 is closer to what؟ هل ال 500 ولا
ال600. اول حاجه هعمل سيركل على ال100 وهبص على ال10. طبعا ال1 انا ماليش دعوه بيه خالص المره دي. خلاص هنا ال10 كان كام؟ 3. طب 3 ده بور ولا ريتش؟ بور. يبقى انا هكنسل دلوقتي ال2 ديجيت وهحط لهم 2 0، وال5 هتفضل زي ما هي، يبقى الانسر 500. another example، تاني نفتكر البور 1 و2 و3 و4، ريتش 5 و6 و7 و8 و9. طيب تعالوا نشوف المسألة المرة دي ايه. 769 يا ترى closer to 700 ولا ال 800؟ طيب انا عندي 7 في ال 100 هعمل عليها سيركل وهبص على ال 10. 10 ال 6 ديت بقى ريتش ولا بور؟ ايوه طلعت ريتش اخيرا، وهنعمل بلس 1 لل 100، يبقى 7 بلس 1 هتبقى 8، وعندي هنا هتبقى 2 0، يبقى الانسر هو 800. another example نفتكر مع بعض، هقوله كده مين البور نمبر ومين الريتش نمبر. 281 يبقى هنا ال ones وال tens وال hundred، هعمل سيركل على ال hundred. اولا لازم اعرف هما between number ده between 200 ولا 300. هعمل اول حاجة سيركل على ال hundred وهشوف ال tens. طب ال tens المرة دي كانت كام؟ 8. ال 8 ديت من ضمن ال reach number، يبقى هعمل plus 1 وهكنسل ال 2 number واحط 2 0. يبقى انا هنا دلوقتي 2 بلس 1 هتبقى 3، يبقى النمبر هيبقى 300. يبقى هنا 281 is closer to 300. طيب تعالوا نشوف بقى هنحل المسائل ازاي. اول حاجة زي ما احنا شايفين مكتوب فوق use the rounding to the nearest 100 to estimate the addition and subtraction. انا عندي دلوقتي مسألة addition 298 plus 459، عايزة اعرف ال approximate او ال rounding بتاعها ال estimation. خلاص انا عندي اول حاجة هعمل circle على ال 100 وهبص على التنس. يا ترى الناين ده كان ريتش ولا بور؟ كان ريتش، يبقى انا هعمل بلس 1. خلاص يبقى هنا 2 بلس 1 هتبقى 300. طبعا بكنسل ال 2 ديجيت دول واحط مكانهم 2 0. طيب نفس الشيء هنا 459، هعمل سيركل على ال 100 وهبص على التنس. التنس 5، يا ترى ال 5 كانت ريتش ولا بور؟ كانت ريتش، يبقى هعمل برضو بلس 1 هتبقى 500. طب 300 بلس 500 equals 800، يبقى هنا 298 بلس 459 is estimated to 800. تعالوا نشوف كده another example. المرة دي عندي subtraction 675 minus 300 and 12. طيب هنا هعمل دايما عشان اجيب closer number لازم اعمل circle على ال 100. انا عندي 1 tenth 100، هنا ال 100 هتبص على هتبص على ال 10 هتلاقيها reach، فهعمل plus 1، يبقى هنا 600 هتبقى 700. طبعا بكنسل ال 2 digit دول واحط مكانهم 20. طب هنا 312، اول حاجة هعمل سيركل على ال 100 وهشوف عندي ال 10 ريتش ولا بور. للأسف طلعت بور، يبقى هتفضل 300 زي ما هي. دلوقتي هيبقى المسألة 700 minus 300، الانسر هيبقى 500. يبقى 675 minus 312 is estimated to 500. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واحب اسمع ارائكم واقتراحاتكم، وما ننساش ان احنا نعمل لايك ونشير لينك القناة ولينك الفيديوهات في مجموعاتنا. واحب يعني اتمنى ان انتوا تعملوا تتابعوني و
وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله، وشكراً.